وقد يكون المعبر حكيما، كما يذكر عن أحد المعبرين أن ملكا رأى رؤيا فسأل بعض ندمائه، وربما يكون لدى بعضهم علم بتعبير الرؤيا أو تأويلها، حيث رأى الملك في منامه أن أسنانه كلها سقطت فبقي بلا أسنان، فسأل حاشيته، فانبرى أحدهم ولديه علم بالتعبير فقال بأنك ستشهد موت جميع أهلك وولدك، أو قال جميع ولدك، فأسف لذلك جدا ولم يتقبل هذا التأويل لما شكله من صدمة بفقد جميع أحبائه، فطلب معبرا آخر يعبر له عن رؤياه، فقص عليه رؤياه وأخبره بما أخبره المعبر الأول، فقاله المعبر الثاني إنك ستكون أطول أهلك عمرا فسر بذلك. فيتبين لكم أن الجواب هو الجواب، لأنه بكونه أطول أهله عمرا أي أنه سيشهد موت جميع أهله فهم سيتقدمون، ولكن هذا المعبر كان حكيما فأعطاه عبارة لا تضيق عليه قلبه فأحسن التعبير، مع أن الحقيقة هي